تبديل الشريعة بما يتوافق مع الغرب، بما يتوافق مع رؤية أمريكا للإسلام، الإسلام الأمريكي، الإسلام الفرنسي. أما إسلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. في هذا الزمن يتحتم على كل شخص فينا أن يطالع القرآن في كل يوم. لا أقول لك احفظ القرآن، ما أقدر تحفظ كل يوم، بده يكون عندك ورد من القرآن، مش بس عشان تأخذ الحرف بعشر أضعاف وإلى 700 ضعف تأخذ الحسنات، لا، لحتى يكون عندك دستور، يكون عندك منهج. بهالزمن اللي كثرت فيه الانتكاسات، يلي عم تشوف فيه كثير من العلماء يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل، يلي عم بتشوف فيه بعض العلماء أيضا يحرفون في هذا الدين بما يوافق الغرب وبما يوافق السلاطين وبما يوافق الأهواء. طب عندك كيف بدك تدافع إذا أنت ما عم تطلع بالقرآن وما عندك أدنى معرفة بالشرع مما إجا لك حلال حلال حرام حرام ومشيت؟ طب بدك تحصن نفسك. كتاب الله وسنتي، طب كتاب الله اللي أنت ما عم تطلع فيه وسنتي اللي انت ما قارئها، كيف بده يكون عندك دفاعات؟ كيف بدك تتمسك بشيء انت ما بتعرف شو هو؟ والبعض الان للاسف رفع المصحف من صدره فلا يعرفه الا في رمضان، وللاسف حتى في رمضان لا يعرفه الا في اول 3 ايام او اول اسبوع. اذا كنت تسال نفسك هل ستثبت في هذه الفتن، فاسأل نفسك متى كانت آخر مرة قرأت فيها القرآن؟ متى آخر مرة أمسكت فيها كتاب رسائل؟ لا أتكلم عن رسائل الواتساب أو محادثات الفيسبوك، كتاب رسائل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تحدث بها ليحفظ لك شرعك ودينك وعرضك وعقلك ومالك. متى كانت آخر مرة طالعت فيها رسائل حبيبك صلى الله عليه وسلم؟